بحكي لك كله جذر مشتقة ايش؟ جذر مشتقة التالي، جذر مشتقة التالي. هاي صاد يساوي سين اس 3 واحد ناقص 2 سين، وبده المشتقة التالي عندما سين يساوي ايش؟ واحد. طب انا ليش اشتق؟ واحد يحكي لي هاي ضرب صح ولا لا؟ لا هذا ايش بنعمل فيه؟ تعودنا وزعه. لما يكون عندك هون حد واحد فيش هون اس وبتقدر توزع ماشي؟ يعني اضرب السين تكعيب هاي مع القوس اولا قبل ما نشتق. سين تكعيب بواحد، سين تكعيب انزل السالب، سين تكعيب باثنين، سين اثنين سين اس اربعة، هاي صاد. هسه اشتق على راحتك. صاد فتحة مشتقة الأولى صاد فتحة بتساوي سين اس ثلاث سين تربيع ناقص اثنين سين اس اربعة ثمانية سين اس ثلاث، هاي المشتقة الأولى. الأشتقة كمان مرة، المشتقة الثانية صاد فتحتين تساوي ثلاثة سين تربيع ستة سين ناقص ثلاثة ثمانية أربعة وعشرين سين تربيع. بده صاد فتحتين المشتقة الثانية عندما سين تساوي واحد، عوض الواحد صاد فتحتين عندما سين تساوي واحد يساوي ستة سين بواحد ناقص أربعة وعشرين بواحد تربيع. يعني صار عندك ستة بواحد ستة ناقص أربعة أربعة وعشرين، واحد تربيع واحد أربعة وعشرين، أربعة وعشرين يطلع جاب عندك سالب 18. سهل هذا ولا صعب؟ سهل جدا. نأخذ هاي قاف سين يساوي سين تربيع سين ناقص واحد، برضو جذر المشتقة الثانية عندما سين يساوي سالب اثنين. إيش أعمل في الحد اللي برا؟ وزع الحد هذا أولا. سين تربيع بسين سين اس 3 تنزل الناقص سين تربيع بواحد سين تربيع، هذه قاف سين. هسه مشتقة أول مرة قاف فتحة سين ثلاثة سين تربيع، هاي بصير ثلاثة سين تربيع ناقص سين تربيع بصير اثنين سين. هذا اشتقاق أول مرة. اشتق كمان مرة قاف فتحتين للسين يساوي 3 سين تربيع بصير 6 سين ناقص 2 سين بصير 2. هاي اشتقت مرتين، عوض سين بكام؟ سالب 2 قاف فتحتين لسالب 2 تساوي 6 بسالب 2، هاي ها 6 بسالب 2 ناقص 2، 6 بسالب 2 سالب 12 سالب 2 سالب 12 سالب 2 تطلع سالب 14. سالب ايش؟ 14. سهل الحكي، في مشكلة؟ ها؟ طيب لا طيب السؤال هذا، هاي السؤال هذا سهل جدا، بحكي لك هذا أسئلة من الكتاب على فكرة من صفحة 111. ها سين يساوي 2 جتا سين، ها سين يساوي 2 جتا سين، بدي اشتق هذا مرتين، بدي اشتق هذا ايش؟ مرتين. ها سين يساوي 2 جتا سين، أول مرة الاشتقاق أول مرة، ها سين ايش بتصير؟ ها فتحة للسين. طيب 2 جتا سين بتصير سالب 2 جيب سين ضرب مشتقة السين واحد. الجتا سين سالب جيب سين، وحكينا السالب حطها قدام العدد، 2 جتا سين سالب 2 جيب سين، مشتقة الزاوية كام؟ واحد. هاي اشتقاق أول مرة. كمان مرة ها فتحتين للسين تساوي سالب 2 جيب سين بتصير سالب 2 الجيب سين جتا سين، ومشتقة السين برضه ايش؟ واحد. سالب 2 جتا سين. ماشي سهل؟ في مشكلة؟ لا. هذا غالبا جيبوا لك اياه دوائر، يحكي لك ها سين يساوي 2 جتا سين، ها فتحتين للسين وحط لك ايش؟ خيارات هون، والخيارات دائما بيكون مغير السالب بس، مره احط لك سالب 2 جتا سين، مره احط لك 2 جتا سين، مره احط لك سالب 2 جيب سين، مره احط لك 2 جيب سين. يعني نفس الخيارات بس ايش اللي بيختلف بينها؟ السالب والجيب جتا ولا لا؟ طيب. هاي كمان سؤال. السؤال ها بحكي لك برضه قاف سين
هاي كمان سؤال. قاف سين يساوي جيب اثنين سين جتا سين. ايوه بدنا نشتق هذا ايش؟ مرتين. بدنا نشتق هذا مرتين يا جماعه. طيب جيب اثنين سين جتا سين كيف اشتق اول مره؟ هون في ايش في هون؟ في ضرب. هيها جيب اثنين سين جتا سين معناها جيب اثنين سين ضرب جتا سين، فهذا بصير الاول وهذا بصير الثاني. المشتقة الأولى قاف فتحة للسين معناته في أربع أقواس، الأول مشتقة الثاني زائد الثاني مشتقة الأول في مشتقة الأول. ها الأول كما هو ها الأول في مشتقة الثاني الثاني في مشتقة الأول. ماشي الأول يعني زي ما هو اللي هو جيب اثنين سين مشتقة الثاني مشتقة جتا سين سالب جيب سين مشتقة السين واحد مشتقة الزاوية واحد. طيب زائد الثاني زي ما هو جتا سين الآن في مشتقة الأول مشتقة الأول جيب اثنين سين جتا اثنين سين ضرب مشتقة الاثنين سين اثنين مشتقة الاثنين سين اثنين. هذه أول مشتقة بدي الآن إيش أعمل؟ مشتقة كمان مرة قاف فتحتين للسين. طب كيف اشتقان؟ جيب اثنين سين بسالب جيب سين هذا إيش برضه؟ هذا ضرب صار هذا إيه؟ ضرب. طيب ضرب جيب اثنين سين بسالب جيب سين صار ضرب جديد كيف يعني؟ صار هذا الآن الأول وهذا صار مين؟ وهذا صار الثاني. فلما اشتق هذا لحاله بده اربع اقواس. طيب الاول في مشتقة الثاني زائد الثاني مشتقة الاول الاول جيب اثنين سين في مشتقة الثاني السالب تنزل وجيب سين جتا سين هذا الاول في مشتقة الثاني زائد الثاني الثاني اللي هو سالب جيب سين في مشتقة الأول مشتقة جيب اثنين سين اللي هي بصير جتا اثنين سين ضرب اثنين. هاي خلصنا هدول. نيجي لهدول برضو هدول مالهم بدهم أربع أقواس برضو جتا اثنين سين في جتا اثنين جتا سين في جتا اثنين سين بإيش ضرب اثنين برضو بدها إيش أربع أقواس واحد اثنين زائد نكتبها تحت مش راح تكمل هون زائد واحد اثنين. ايش القاعدة؟ الاول مشتقة الثاني زائد الثاني مشتقة الاول. طبعا مين الاول ومين الثاني؟ الاول اللي هو جتا سين جس صار والثاني جتا اثنين سين ضرب اثنين جتا اثنين سين ضرب اثنين. طيب ماشي الاول جتا سين انتبه معي الان مشتقة الثاني في عندي هم اثنين صح؟ سيبك من الاثنين هاي تشغلش حالك فيه الاثنين هاي لا تشغل حالك فيه. شو مشتقة جتا اثنين سين؟ سالب جيب اثنين سين ضرب مشتقة الزاوية ايش؟ اثنين. ولما تشيل ايديك شو كان فيه؟ اثنين ترجع زي ما كان ضرب اثنين. ماشي يا جماعة كمان مرة جتا اثنين سين ضرب اثنين ضرب اثنين ضرب عدد تشغلش حالك فيه. جتا اثنين سين مشتقتها سالب جيب اثنين سين مشتقة الزاوية اللي هي اثنين تشيل ايديك في ضرب اثنين ترجعها ايش؟ محل. يبقى الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني اللي هو مين؟ اللي هو هذا المفروض جتا اثنين سين ضرب اثنين. على فكرة ممكن نحط الاثنين وين؟ قدام يعني اثنين جتا اثنين سين الثاني في مشتقة الأول جتا سين شو مشتقتها؟ سالب جيب سين. لو حطيت الاثنين ضرب اثنين زي ما هي يعني ما رتبتهاش مش مشكلة الترتيب هذا مش مشكلة المهم اشتقاقها بالطريقة
خلاص اشتقينا مرتين اشتقينا مرتين صح اشتقينا مرتين ولا لا اشتقينا مرتين ماشي صليت على النبي يا جماعه قاف س يساوي قاف س برضه جد المشتقه الثانيه قاف س يساوي ج س تربيع ناقص س وبرضه بده المشتقه الثانيه المطلوب المشتقه المشتقه الثانيه طيب اشتق اول مره قاف س بتصير قاف فتحه قاف فتحه للس يساوي هسه ج وزع ايش وزع ايش وزع ايش شنو نحكي جيب س تربيع ناقص س ايش س تربيع ناقص س هاي هاي زاويه زاوية الجيب هاي جيب سين تربيع ناقص سين هاي زاوية الجيب هاي زاوية الجيب طبعا لما نشتق جيب الزاوية بصير جتا نفس الزاوية سين تربيع ناقص سين ضرب مشتقة الزاوية ضرب مشتقة الزاوية هون في زاوية نشتقها في زاوية نشتقها السين تربيع 2 سين ناقص ناقص 1 هاي مشتقة الزاوية هاي هيك مشتقة الزاوية طيب يبقى الجيب جد الزاوية ضرب مشتقة الزاوية هسا بدنا نشتقها كمان مرة قاف فتحتين للسين قاف فتحتين للسين صار هون قاعدة الضرب صار ضرب صار ايش ضرب ليش صار ضرب هاي ضرب صار هاي الجتا مع زاويتها هذا الاول وصار 2 س ناقص 1 هذا مين؟ هذا الثاني صار ضرب هيك ها جتا س تربيع ناقص س ضرب 2 س ناقص 1 صارت على قاعدة الضرب فصار عندي الآن أربع أقواس 1 2 زائد 1 2 إيش القاعدة؟ الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول مفهوم هاي كيف صارت قاعدة الضرب؟ طيب الأول اللي هو جتا س تربيع ناقص س جتا س تربيع ناقص س في مشتقة الثاني 2 س ناقص 1 شو مشتقتها؟ 2 زائد الثاني اللي هو 2 س ناقص 1 في مشتقة الأول اللي هو جتا س تربيع ناقص س مشتقة الجتا سالب جيب نفس الزاوية س تربيع ناقص س ضرب مشتقة الزاوية س تربيع ناقص س مشتقتها 2 س ناقص ناقص 1 ماشي يا جماعة مفهومة هاي كمان مرة قاف س يساوي جيب س تربيع ناقص س س تربيع ناقص س هاي كلها زاوية للجيب كلها زاوية للجيب فلما اشتق لما اشتق جيب س تربيع ناقص س هاي زاوية الجيب مشتقة الجيب الزاوية جيب الزاوية اللي هي جتا الزاوية ضرب مشتقة الزاوية جيب زاوية جتا نفس الزاوية ضرب مشتقة الزاوية هاي أول مرة بدي أشتقها الآن كمان مرة صار عندي جتا س تربيع ناقص س إيش هاي س تربيع ناقص س اللي هي زاوية الجتا طب إيش 2 س ناقص 1 هذا صار اقتران ثاني اقتران ثاني فصار عندي أول وثاني إذا قاعدة الضرب الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول الأول اللي هو الجتا س تربيع ناقص س ضرب مشتقة الثاني 2 س ناقص 1 شو مشتقتها؟ 2 زائد الثاني اللي هو 2 س ناقص 1 ضرب مشتقة الأول مشتقة جتا الزاوية بصير سالب جيب نفس الزاوية ضرب مشتقة مشتقة الزاوية طيب أعطوك كمان واحدة زيها نفس الفكرة هيك طيب مثلا لو أنا عندي صاد سؤال جديد صاد يساوي جيب سين تكعيب جيب سين تكعيب ايش السين تكعيب هاي السين تكعيب لها زاوية الجيب السين تكعيب زاوية الجيب فانا عندي جيب هاي زاوية صاد فتحة يساوي جيب زاوية جتا
نفس الزاوية س تكعيب ضرب مشتقة الزاوية. شو مشتقة س تكعيب؟ ثلاثة س تربيع. أول ما تسوي زي هيك اعرف إنه هذا صار اقتران وهذا اقتران، يعني هذا صار الأول وهذا صار إيش؟ صار الثاني، عشان تعمل حسابك لما تشتق كمان مرة إنه اشتق على قاعدة الضرب. وبصير عندك الآن صاد فتحتين يساوي الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول. ايش القاعدة؟ قلنا القاعدة حاضر، الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول. الأول اللي هو جتا الزاوية، جتا الزاوية، شو مشتقة جتا الزاوية؟ نفسها هاي نفسها. الأول نفسها عفوا، جتا اللي هو ايش؟ سين تكعيب، الأول في مشتقة الثاني، 3 سين تربيع، شو مشتقتها؟ 6 سين. زائد الثاني اللي هو 3 سين تربيع في مشتقة الأول، مشتقة الأول الأول هو جتا سين تكعيب، بدي أشتقه، جتا الزاوية سالب جيم نفس الزاوية ضرب مشتقة الزاوية 3 سين تربيع. لو بدك تشتق كمان مرة ثالث مرة بصير هذا أول وثاني وأول، هسا هذا أول وثاني والثاني نفسه أول بثاني كمان. ما علينا بنكفينا حلوة هيك ماشي؟ طيب هذا كمان نوع من أنواع الأسئلة. إذا فتحات بيشتغلوا. وما داري. السؤال هذا جد قف فتحتين برضه. كله فتحتين. كله على المشتقة الثانية احنا شغالين. قاف سين. هاي سؤال. قاف سين. الصوت السلام. يساوي 2 سين ناقص 1 هذا من الكتاب. 2 سين ناقص 1 أس 5. 2 سين ناقص 1 أس 5. هذا السؤال. يلا نبلش. قاف سين أولا بصير قاف فتحة. قاف فتحة للسين يساوي طبعا هذا قوس سلسلة. نزل الأس ناقص الأس. نزل الأس ناقص الأس اللي هي بصير 5. 2 سين ناقص واحد ناقص الأس والصار. طبعا أول شيء القوس بينزل زي ما هو، بعدين ضرب مشتقة القوس نفسه. مشتقة القوس نفسه، شو مشتقة القوس هاد؟ 2. طيب ممكن أرتبها، ممكن أرتبها. كيف ترتبها؟ يعني أضرب الاثنين مع مين؟ مع الخمسة. عملية ترتيب هيك خفيفة، 2 ضرب 5 10 والقوس هاد 2 سين ناقص 1 قص 4 زي ما هو مشتقيتش انا رتبتها. هسه بدي اشتقها كمان مره. قاف سين قاف فتحه للسين بصير قاف فتحتين للسين يساوي برضه في اس. نزل الاس ناقص الاس. لما اجي انزل الاس اللي هو الاربعه في 10 اضربها بصير ايش؟ بصير عندك 40. طبعا القوس نفسه 2 سين ناقص 1 قص الثلاث بتصير ضرب مشتقة هذا كام؟ 2. بس بدك ترتبها بس ترتبها. انا مش راح نشتقها كمان مره بس خلينا نرتبها. 2 تضرب الاثنين مع مين؟ مع ال 40. 2 ضرب 40 بصير عندك 80. 2 سين ناقص 1 قص ايش؟ قص 3. ايش اسم؟ طيب فيها مشكلة هاي؟ خلاص ثالثة؟ لا مرتين بس مرتين. طيب انا اشتقناها مرة كمان ما في مشكلة سهلة. طيب شوفوا يا جماعة السؤال هذا، بما ان اخذنا هذا السؤال شوف السؤال هذا ايوه شبهه بالضبط. بحكي لك قاف سين يساوي اذا كان قاف سين يساوي 2 سين ناقص 1 تكعيب. 2 سين ناقص 1 تكعيب وقاف فتحتين وكان قاف فتحتين لسين 1 يساوي 4.
جد قيمة سين واحد. سؤالها قاف سين يساوي 2 سين ناقص 1 أس 3، وكان قاف فتحتين لسين 1 يساوي 4 جد قيمة سين 1. إيش معنى هذا الكلام؟ شو معنى قاف فتحتين لسين 1 يساوي 4؟ بالترتيب، بيمشي حسب الجملة هاي بالترتيب. كيف يعني بالترتيب؟ يعني أول إيش قاف فتحتين، أنت اشتقها كم مرة؟ مرتين. هاي بنمشي بالترتيب هيك، قاف فتحتين سين واحد يساوي 4، قاف فتحتين سين واحد يساوي 4. بدنا نمشي بالترتيب، أول إيش قاف فتحتين، أول إيش قاف فتحتين. إيش يعني قاف فتحتين؟ اشتق مرتين. طيب اشتق لي مرتين، أول مرة قاف فتحة للسين يساوي 3، نزل الأس ناقص الأس 2 سين ناقص 1 ناقص للأس تربيع ضرب مشتقة القوس 2. رتبها حلو، لو رتبناها عشان نشتقها مرتين، 2 ب 3 اللي هي 6، 2 سين ناقص 1 تربيع. هاي المشتقة الأولى، اشتق لي إياها كمان مرة، قاف فتحتين للسين برضه نزل الأس 2 ب 6 صير 12، 2 سين ناقص 1 أس 1 مش ضروري، ضرب 2 ضرب 2 برضه اللي هي يعني شو بتصير؟ 2 ب 12 24 ب 2 سين ناقص 1. هي أول خطوة اللي هي قاف فتحتين. بيحكي لك الآن قاف فتحتين لمين؟ للسين 1. إيش يعني قاف فتحتين لسين 1؟ يعني شيل السين حط بدلها سين 1. قاف فتحتين لسين 1، إيش يعني قاف فتحتين؟ لسين واحد، يعني بدل السين خليها سين واحد. سين واحد. لو معطيك قاف فتحتين مثلا لثلاث بتعوض سين بثلاث، معطيك سين قاف فتحتين لخمسة بتعوض سين بخمس، معطيك قاف فتحتين لألف بتعوض سين بألف، قاف فتحتين لميم بتعوض سين ميم، قاف فتحتين لسين واحد بتعوض سين سين واحد، بدل سين سين واحد، بدل سين سين واحد، يعني بتصير قاف فتحتين السين واحد بدل سين خليها سين سين واحد يساوي 24 2 بدل سين سين واحد ناقص ناقص واحد، عوض بدل سين سين واحد، بدل سين سين واحد. طيب يقول لك يساوي 4، يساوي 4، ايش يعني يساوي 4؟ يعني بتاخذ الجواب اللي طلع معك هذا بتساويه ب4، تأخذ الجواب اللي طلع معاك تساويه بأربعة، مش تعوض أربعة، مش تعوض أربعة، تساويه بأربعة. يعني بأخذ 24 2 سين واحد ناقص واحد يساوي إيش؟ يساوي 4. ماشي يا جماعة؟ إيش رأيكم؟ أضرب 24 أضربها أوزعها ولا أقسم عليها؟ ممكن أوزعها، أوزعها 24 ب 2 48 سين 1 ناقص 24 ايش يساوي؟ يساوي 4. بدي سين 1 كيف؟ زائد 24 زائد 24 راح 48 على سين 1 تساوي 4 زائد 24 والله 28 هسه شو اعمل في 48 على 48 على 48 راح ضل عندي مين؟ سين 1 يساوي 28 على 8 على 48 خلص بكفي 28 على 48 ماشي يا جماعه؟ اثنين ايش هو الاثنين؟ شو يعمل هي؟ خلص مش جريمة يعني، بس هي 28 على ايش؟ 48 ماشي؟ بدك نختصرها على الأربعة إذا بدك، ها؟ حابب تختصرها هاي على الأربعة؟ مش حابين 4 فيها 7 شيخ شيخ مش حابين والله ولا أنا حابب، بس أنت بدك قاعد تقول لي فيها 2 يعني ما تطلعش 2 هيك 7 12 7 على ايش؟ طلع 7 12 بهذا خلص 28 على 48 حلو، 28 على 48 جميلة جدا حلوة ماشي؟ جدا يا ما هي بالكتاب
ايش المشكله فيها؟ سبعه فيها اكثر. ايش بجيب زيها؟ ايش المشكله فيها؟ عشان الرقم هذا يعني 28 48 لا طول. شو طولها؟ هي منيح. هذا نص الصفحه. سته وشوي استاذ بالسبعه. طيب ماشي. شوف السؤال راح نجيب. صلوا على النبي يا جماعة. السلام عليكم. صلى الله على سيدنا محمد. في سؤال هيك في الكتاب هيو. ايش السؤال بده يحكي لك فيه؟ إذا كان قاسين، شوف هذا السؤال كيف. إذا كان قاف سين يساوي ايش المطلوب؟ سين أس ثلاث على ثلاث. سين أس ثلاث على ثلاث ماشي، زائد سين تربيع على اثنين ممتاز، ناقص اثنين سين زائد سبعة. هذا السؤال طبعا صفحة 109، صفحة 109 بالكتاب، 109 مثال حتى ثلاثة. بيحكي لك جد رقم واحد أصفار المشتقة الأولى. أصفار المشتقة الأولى. إيش هذا أصفار المشتقة الأولى؟ أول مرة نسمع فيه. رقم اثنين أصفار المشتقة الثانية. أصفار المشتقة الثاني برضو ايش؟ سهل جدا، بس حلو هسه بتكتشف انه سهل. ايش يعني اصفار المشتقة الاولى اصفار المشتقة الثانية؟ سهل جدا. انت جيب المشتقة الاولى، جيب المشتقة الاولى. اذا هون الحل بدنا نشتق المشتقة الاولى يا جماعة. قاف سين شو بتصير؟ قاف فتحة للسين يساوي، حكينا لما يكون عندك عدد تحت يا حبيب شو بتعمل؟ العدد اللي تحت ما تضغط عليه. انت كنت غايب، ايش تسوي؟ حاضر الله يشفي يا رب العافية. ضغط عليه عافية سيدي. مشتق اللي فوق دم مشتق، يلا هيني السين تبعي شو مشتقتها؟ ثلاثة سين تربيع ثلاثة سين تربيع، والعدد اللي تحت يرجع زي ما هو، هاي على ثلاثة. وإذا صح لك اختصار ها اختصار هذا مع هذا زائد 2 سين على 2، برضه العدد اللي تحت سيبك منه، سين تربيع 2 سين والعدد اللي تحت زي ما هو، صح لك اختصار اختصر ناقص 2 سين 2 خلاص. بدك تكيش ثاني؟ لا هاي المشتقة الأولى. اشتق كمان مرة، قاف فتحتين لسين 2 سين يساوي سين تربيع 2 سين زائد 1 زائد السين 1. طيب شو يعني الآن أصفار؟ يا سلام سهل جدا. ها أصفار المشتقة الأولى، إيش يعني أصفار المشتقة الأولى؟ بتأخذ المشتقة الأولى، وين المشتقة الأولى؟ اللي هي سين تربيع بنسويها بصفر. طيب سين تربيع زائد سين ناقص 2 يساوي صفر، ايش هاي؟ عبارة تربيعية. رجع حلل يلا رجع لوين كان رايح؟ اخذنا من 9 سنين يعني. سين الإشارة الأولى زي ما هي، أضرب موجب بسالب سالب، والاثنين عبارة عن اثنين واحد. اثنين بواحد، ولو طرحناهم بعطيني كم؟ بعطيني واحد. هسا سين زائد اثنين، سين زائد اثنين تساوي صفر لحالها، وسين ناقص واحد تساوي صفر لحالها. سالب اثنين وواحد. طيب ليش سين تساوي ايش؟ واحد. إذا هاي أصفار المشتقة ايش؟ مشتقة الأولى. هذا معنى كلمة أصفار مشتقة الأولى. تأخذ المشتقة الأولى تساوي صفر وتطلع سين. هسا أصفار سين عارفين احنا، بس ساكتين يعني مخبيين، عارف بس مدكن. ها هسا أصفار المشتقة الثانية، وين المشتقة الثانية يا جماعة؟ 2 سين زائد 1. هاي حنينة، هاي 2 سين زائد 1. حلو كويس.
2 س زائد 1 نعوض بصفر؟ لا زائد صفر. زائد صفر. طيب ناقص 1 ناقص 1 2 س زائد 1 ناقص 1. طيب على 2 على 2 تطلع س سالب 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 نص. ماشي هاي اصفار المشتقه الاولى وهي اصفار المشتقه المشتقه الثانيه. واضح الكلام هذا 100% 100%. طيب تكمل لا ما طيب تفضل في الكتاب صفحه 110 مثال 4 اذا كان قاف س يساوي اذا كان قاف س يساوي ألف سين تربيع ناقص باء سين تكعيب ألف سين تربيع ناقص باء سين تكعيب زائد ثلاث وكان تبعني الآن قاف فتحة للواحد يساوي 7 وقاف فتحتين للصفر يساوي 10 جد قيم الثابتين ألف وباء. جد قيم الثابتين ألف ألف وإيش ألف وباء. طيب خلينا نشتق مرتين زي ما حكيت نشتق مرتين. الحل انتبهوا معي يا جماعة إيش يعني قاف فتحة للواحد يساوي 7 حكينا هاي بالترتيب قاف أول شيء فتح نشتاق بعدين واحد نعوض الواحد نساوي 7 نساوي بسبعة. طيب قاف فتحتين للصفر يساوي 10 أول إشي نشتاق مرتين نعوض الصفر نساوي 10. طيب خلنا نشتاق مرتين هيك هيك رح نشتاق مرتين خلنا نشتاق مرتين قاف سين بصير عندك قاف فتحة للسين يساوي ألف سين تربيع طبعا نضرب 2 بالألف 2 بالألف صار 2 ألف سين ناقص باء سين تكعيب نضرب 3 ساء 3 باء سين تربيع 3 مع السلامة. هاي أول مرة الثقاف فتحتين للسين نشتق كمان مرة كمان مرة 2 ألف سين نروح السين بضل عندك 2 ألف ها ناقص 2 ب 3 باء 6 باء ايش سين 6 باء ايش سين. انتبهوا علي الان شوف النقطه هاي اشتقت مرتين عندي قاف فتحه للواحد تساوي 7 وقاف فتحتين للصفر تساوي 10. خلينا نبلش من عند الفتحتين نبلش من عند وين الفتحتين احسن. قاف فتحتين للصفر تساوي 10 ايش يعني هذا الكلام شو يعني قاف فتحتين للصفر يساوي 10. طيب قاف فتحتين طلعنا قاف فتحتين هسه بطلع قاف فتحتين لمين للصفر قاف فتحتين عوض س صفر هيا قاف فتحتين للصفر تساوي 2 ألف ناقص 6 باء بايش صفر 6 باء بصفر راح شو صار عندك 2 ألف هسا ال 2 ألف هاي ايش تساوي 10 معناته 2 ألف تساوي 10 على 2 على 2 ألف تساوي 5. انتبهوا يا جماعة ايش معناها هاي ايش معنى قاف فتحتين للصفر يساوي 10 قاف فتحتين جبنا قاف فتحتين للصفر عوض س بايش بصفر بعد ما تعوض س بصفر طلع الجواب الجواب اللي يطلع معك سويه بعشرة الجواب اللي يطلع معك سويه بايش بعشرة. طيب هذا قاف فتحتين للصفر يساوي 10 ناخذ الان قاف فتحه للواحد بتساوي 7 معطيني كمان قاف فتحه للواحد يساوي 7 ايش يعني قاف فتحه للواحد قاف فتحه جبناها قاف فتحه صح ولا لا وينها قاف فتحه هاي قاف فتحه بدي قاف فتحه لمين الان للواحد طيب قاف فتحه للواحد بتروح على القاف فتحه وتعوض 1 روح لها القاف فتحة هون عوض 1 2 ألف بكام؟ بواحد يعني 2 ألف تمام؟ ناقص 3 باء 1 تربيع 1 3 باء بواحد 3 باء هسه هاد 2 ألف ناقص 3 باء ايش يساوي يا جماعة؟ سبعة يساوي 7
طبعا انتم بتحكوا لي انه الف كام استاذ جبناها؟ خمس، جايبين الف بخمس الاول. معناته شيل الالف هاي حط بدلها كام؟ خمس. خمس اثنين بخمسه عشرة ناقص ثلاثة باء يساوي ايش؟ يساوي سبعة. ماشي؟ شلت الالف حطيت بدلها خمس، اثنين بخمسة عشرة، طبعا ناقص عشرة ناقص عشرة راحت، ضل عندي سالب ثلاثة باء يساوي سالب ثلاثة، يساوي سالب ثلاثة على على المعامل سالب ثلاثة على سالب ثلاثة يطلع عندك باء يساوي واحد، بس هذا معنى. ماشي يا جماعة مفهومة هاي؟ شو يعني قاف فتحة للواحد سبعة، سبعة قاف فتحتين للصفر سبعة عشرة، هاي قاف فتحة للواحد سبعة وهي قاف فتحتين للصفر سبعة عشرة، عوضناها وطلعنا المطلوب. معي؟ فكرة. وهذا في أسئلة الكتاب صفحة 111. السؤال الثاني، إذا كان قاف س يساوي 3 ألف س تكعيب، 3 ألف س تكعيب ناقص 2 باء س ناقص 2 باء س زائد واحد معطيك ضاف فتحة للصفر تساوي أربعة، وقاف فتحتين للواحد تساوي 36. برضو جد قيم الثابتين ألف وباء. برضو راح نشتق كم مرة؟ مرتين. نشتق مرتين. طيب هاي قاف سين اشتق أول مرة، قاف فتحة قاف فتحة للسين يساوي 3 ألف سين تكعيب، 3 بثلاث 9، 9 ألف سين تربيع ناقص 2 باء سين، شو بتصير؟ 2 باء الواحد صفر. هاي قاف فتحة للسين. ايش رأيكم على طول ناخذ قاف فتحة للصفر؟ خير على طول، بما اننا اشتقينا عوض على طول، نشتق نعوض على طول، نغير البرمجة شوي، نشتق ونعوض مباشرة. قاف فتحة للصفر ممكن نحلها على الطريقة اللي فاتت برضه، يعني نشتق مرة ونشتق مرتين بعدين نعوض، هي نفس الفكرة. طيب قاف فتحة للصفر، عوض الصفر يا جماعة، عوض الصفر، 9 ألف بإيش؟ بصفر ناقص 2 باء، 9 ألف بصفر كلها راحت، شو بضل عندك؟ صفر ناقص 2 ناقص 2 باء، صفر تربيع؟ ها تربيع صفر تربيع. طيب سالب 2 باء، انت زعلان على التربيع اللي على الصفر يعني؟ ماشي سالب 2 باء، سالب 2 باء. طيب هاي سالب 2 باء ايش معطيك اياها بتساوي؟ 4. طب ممتاز والله، سالب هاي خذها هيك، سالب 2 باء تساوي 4 على سالب 2 المعامل على سالب 2 يطلع عندك باء تساوي سالب سالب 2. هاي طلعنا باء، ممتاز. هاي طلعنا ايش؟ باء. نكمل اشتقاق لانه بده المشتقة الثانية للواحد. هاي المشتقة الأولى يا جماعة، خليكم معي. هسه نشتق المشتقة الثانية، قاف فتحتين برضو ايش؟ للسين. أول ايش؟ اشتق 9 ألف سين تربيع، 2 ب 9 18 ألف سين ألف ألف سين ناقص 2 باء صفر، مشتقة ال 2 باء صفر، احنا حكينا الباء الثابت مشتقته صفر، دير بالك 2 باء حكيت لنا أنا عارف كم مرة 2 باء، مش تروح تشتقها 2 لأنها مش سين، هاي مش 2 سين، هاي مش 2 سين، تروح تشتقها 2 لا 2 باء كلياتها مشتقتها بايش؟ بصفر. هذه غلط، 2 باء مش ب 2 اشتقاقها يا جماعه، انتبهوا للشغله هاي، 2 باء اشتقاقها ايش؟ صفر. اللي ما فيش معاه سين فاكرين اللي حكينا؟ اللي مالوش ظهر صفر راحت عليها. فيش معاها سين خلاص راحت كلياتها بتضيع. مفهوم. طيب هاي قاف فتحتين للسين اشتقنا هاي 9 ألف سين تربيع 2 ب 9 18 ألف 18 ألف سين، معطيني قاف فتحتين لمين؟ لمين؟ للواحد. هسه قاف فتحتين للواحد عوض واحد 18 ألف بواحد ايش بتصير؟ 18 ألف برضه 18 ألف هي معطيك اياها تساوي 36، 18 ألف تساوي 36 على 18
على 18 يطلع ألف تساوي 2. 36 على 18 2. بس طبعا هذا سهل، خلص بسرعة صح ولا لا؟ نعم نعم. طيب ممتاز. 3 طيب 111 سؤال 3 هاي قاف س يساوي أ س تكعيب أ س تكعيب صلوا على النبي يا جماعة ناقص باء س تربيع اللهم صل على سيدنا محمد ناقص 3 ومعطيك قاف فتحة ما فيش فيه صفار السؤال هذا قاف فتحة للواحد يساوي 21 وقاف فتحتين للاثنين تساوي 102 شو الأرقام الكبيرة هاي جد قيم ألف وباء جد قيم ألف وباء ماشي 102 المرة هاي طيب نبلش نحل المشتقة الأولى يلا قاف سين صار عندك قاف فتحة للسين يساوي ألف سين تكعيب ثلاثة بألف ثلاثة ألف سين تربيع ناقص اثنين باء بسين صار عندك اثنين باء سين وناقص ثلاثة راح هاي قاف فتحة للسين معطيني قاف فتحة لمين؟ للواحد عوض عطول قاف فتحة للواحد يساوي ثلاثة ألف ثلاثة ألف بواحد خلاص ثلاثة ألف ناقص اثنين باء بواحد اثنين باء ثلاثة ألف ناقص اثنين باء هسا قاف فتحة للواحد كام؟ 21 انتبه معي الآن معناته ثلاثة ألف ناقص اثنين باء تساوي 21 هذه فيها كم مجهول؟ مجهولين ثلاثة ألف ناقص اثنين باء يساوي 21 هاي فيها مجهولين ما بتقدر تسوي فيها شيء خلاص هاي بتسميها رقم واحد المعادلة الأولى نشتق مرة ثانية قاف فتحتين للسين هاي قاف فتح اشتقى مرة ثانية قاف فتحتين للسين ثلاثة ألف سين تربيع اثنين بثلاث ستة ألف سين ناقص اثنين باء سين صار اثنين اثنين باء هسا قاف فتحتين لمين؟ للاثنين خليكم معي الآن ستة ألف باثنين ستة ألف باثنين اثناش ألف ناقص اثنين باء هسا هاي اثناش ألف ناقص اثنين باء تساوي كام؟ مية واثنين وهاي المعادلة الثانية فيها مجهولين صار عندي معادلتين اطلع هيك على المعادلتين في عندك 3000 ناقص 2 باء 3 هون 12000 ناقص 2 باء واضح ان الباء نفس الباء حل المعادلتين هذول مع بعض بطريقه الحذف سبعين فيها فاكرين الاتصال ايجاد الثوابت شو طريقه الحذف يا جماعه فاكرينها باخذ المعادلتين هذول تحت بعض يعني مثلا خذ اللي فوق 12000 12000 ناقص 2 باء تساوي 102 هاي المعادلة الأولى مش عجباني شكلها وحش 12000 ناقص 2 باء يساوي 102 وهديك 3000 برضو ناقص 2 باء تساوي 21 انتبه معي الآن عشان يروحوا مع بعض هي نعم الباء شبه الباء عشان يروحوا مع بعض لازم الإشارة تكون عكس الإشارة صح ولا لا شو بعمل باجي على المعادلة اللي تحت وبعكس الإشارات معادلة اللي تحت بعكس الإشارات يعني هاي بصير سالب هاي بصير موجب هاي بصير إيش سالب عشان يروحوا مع بعض هاي ها 12 ناقص 3 9 تسعة إيش طبعا تسعة ألف سالب 2 باء وزائد 2 باء طبعا هدول ايش اللي احنا وديناهم مع بعض يساوي 102 ناقص 21 102 ناقص 81
هيا 2 ناقص 1 1 و10 ناقص 2 8 81 على 9 على 9 راحت ضل عندك مين الف تساوي 81 على 9 اللي هي كم 9 9 9 81 هاي الف بتساوي 9 ممتاز طلعنا الف بتعوض الف واحده من التنتين يا اما واحد يا اما ايش 2 لا والله يستر خلينا مع واحد الله يستر عليك واحد حلو نروح على واحد ماشي 3 الف الف اللي هي كم 9 اكتبها تحتيها حاضر ها 3 ألف ألف ليها كام؟ 9 ناقص 2 باء يساوي 21 3 بتسعة 27 ناقص 2 باء يساوي 21 ناقص 27 ناقص 27 راحت ضل عندك مين؟ سالب 2 باء تساوي 21 ناقص 27 سالب 6 على سالب 2 على سالب 2 باء تساوي 3 باء تساوي 3 ألف 9 وباء 3 ألف 9 وباء ايش؟ باء 3 سهلة؟ تمام السؤال هذا هيو السؤال هذا يا حبيب يا حبيب اهدى يا حبيب الله يهديك يا حبيب السؤال هذا اذا كان قاط س يساوي هذا السؤال في صفحه 110 ها اذا كان قاط س يساوي الف تربيع س تكعيب الف تربيع س مستلات ناقص 12 س تربيع تحكي لك جد قيمه او قيم الثابت الف جد قيمه أو قيم الثابت ألف التي تجعل التي تجعل قاف فتحتين للواحد تساوي صفر لبعدين يا جماعة على أسئلة هاي ماشي؟ كمان أسئلة الدرس لسلة الدرس لا من لسلة الدرس هنا بنكمل هذا السؤال في صفحة اللي بتعرف هي في صفحة 110 تدريب 2 صفحة 110 تدريب 2 هي قاف س يساوي ألف تربيع سينوس 3 ناقص 12 سينوس 2 جد قيمة أو قيم الثابت ألف ويطلع له أكثر من قيمة التي تجعل قاف فتحتين للواحد يساوي صفر قاف فتحتين للواحد يساوي صفر احنا حكينا هاي بنمشي فيها بالترتيب بنمشي فيها ايش؟ بالترتيب أول إشي قاف فتحتين أول شغلة بنشتق مرتين نشتق مرتين بعدين للواحد بنعوض الواحد بعدين يساوي صفر بنسويها بنساويها بصفر نشتق مرتين عوض الواحد نسويها بصفر نشتق مرتين عوض الواحد نسويها إيش بصفر خلينا نشتق أول مرة الحل قاف سين بتصير قاف فتحة للسين حكينا اوعى تشتق الالف تربيع اوعى تروح على الالف تربيع تحكي 2 الف لا مالكش في الالف تربيع التلات بتضربها بالالف تربيع التلات بتضربها بالالف تربيع تلاتة ضرب الف تربيع تلاتة الف تربيع والسين بدل ما هي تلاتة تصير ايش 2 ناقص 2 ب 12 24 والسين بدل ما هي 2 تصير سينوس كام اس 1 ماشي هاي اشتقنا اول مرة اشتق ايش؟ كمان مرة قاف فتحتين للسين القاف فتحة تصير قاف فتحتين للسين المشتقة الثانية اضرب يلا ملكش في ثلاثة الف تربيع برضو هاي ما تقربش عليها تضرب اثنين بثلاثة الف تربيع اثنين ضرب ثلاثة الف تربيع ستة الف تربيع والسين تربيع بتصير سين سين بس ناقص 24 سين بتروح السين بضل عندك مين؟ 24 هاي اشتقينا مرتين اشتقينا مرتين هسه ايش بعمل؟ اول ايش اشتقيت مرتين بعدين بعوض مين؟ الواحد عوض الواحد قاف فتحتين للواحد للواحد يساوي 6 ألف
تربيع ايش؟ واحد ناقص 24 اللي هي طبعا ايش؟ 6 ألف تربيع بواحد ضرب زي ما هي 6 ألف تربيع ناقص 24 هاي عوضت الواحد بعد ما عوض الواحد هذا اللي طلع ما اسويه بايش؟ صفر تاخذ هذا هيك 6 ألف تربيع ناقص 24 يساوي صفر طبعا هون زائد 24 زائد 24 راحت ضل عندك مين؟ 6 ألف تربيع يساوي 24 على 6 على 6 متخلص من المعامل راح ضل عندك مين؟ ألف تربيع 24 تقسيم 6 4 الأيام هاي كيف تخلص من التربيع؟ جذر جذر الجذر هيك بيجي لحاله؟ بيجي مع ايش؟ موجب وسالب جذر مع الجذر بنروح الجذر مع التربيع ضل عندك ألف تساوي جذر الأربعة اثنين وعندك كمان ايش؟ سالب اثنين مرة موجب ومرة مرة سالب ها؟ في مشكلة السؤال هذا ولا سهل؟ في أي مشكلة؟ ها؟ ناخذ واحد ثاني؟ واحد ثاني سؤال ثاني ها؟ طيب كمان سؤال نفس ال وهذا سيدي العزيز السؤال في أسئلة الوحدة صفحة 113 أسئلة الوحدة صفحة 113 بحكي لك إذا كان قاف سين يساوي سين أس 4 هيها ناقص ألف سين تربيع زائد سين جد قيمة الثابت ألف التي تجعل قاف فتحتين قاف فتحتين لمين لسالب واحد برضو تساوي ايش؟ صفر اي صفحة هذه صفحة 113 هذا في اسئلة الوحدة هذا صفحة 113 اسئلة الوحدة ها بعدنا اسم الدرس يا جماعة لا تنسوها مسحناه مشتقات اي شيخ منحفظش اسم الدرس منظر بس ما يعني في الوزارة بدو لك هذا السؤال من انو درس تا اختلف عليك بس جاوب مش رح يسألك من أنه درس السؤال هذا طيب طب سين يساوي سين نص أربعة ناقص ألف سين تربيع زائد سين جد قيمة أو قيم الثابت ألف التي تجعل قاف فتحتين لسالب واحد يساوي صفر برضو هاي بالترتيب بالترتيب إيش أول خطوة؟ مشتق مرتين الخطوة الثانية تعوض سالب واحد الخطوة الثالثة نسويها بإيش؟ نسويها بصفر طيب مشترك قاف سين شو بتصير؟ قاف فتحة على السين يساوي طبعا سين نص أربعة أربعة سين نص ثلاثة ناقص ألف سين تربيع اثنين ألف اثنين ألف سين زائد مشتق السين واحد هاي المشتقة الأولى أول مرة مشتق كمان مرة قاف فتحتين للسين تساوي 4 سين أس 3 3 و 4 صير 12 سين أس 2 ناقص 2 ألف سين صير 2 ألف والواحد طبعا ما هو إيش؟ صفر هاي اشتقت مرتين عوض إيش؟ نعم؟ عوض سالب واحد عوض سالب واحد قاف فتحتين بدل السين سالب واحد يساوي 12 السين سالب واحد تربيع والأس الزوجة على طول بلغي بلغي السالب ناقص 2 ألف حلو 1 تربيع 1 1 ب 12 12 ناقص 2 ألف هاي اشتقيت مرتين وعوضت سالب واحد هسه 12 ناقص 2 ألف هاي 12 ناقص 2 ألف بسويها صفر طبعا هون ناقص 12 ناقص 12 طبعا هون الناس بتغلط شو بيغلطوا بنسوا السالب هاي بنسوا السالب هاي يعني بنزل بس 2 ألف بنزل 2 ألف وبنسى السالب هاي لا انت ما تنسهاش
بصير عندك سالب 2 ألف تساوي سالب 12. قسم على المعامل، المعامل سالب 2، هو تحط زائد 2 زائد 2، هذا معامل بتقسم عليه على سالب 2، راحت ضل مين؟ ألف تساوي سالب مع سالب 12 على 2 ايش؟ 6. صليت على النبي يا جماعة؟ اللهم صل على سيدنا. سهل السؤال، ها؟ فيش فيه مشكلة. طيب كمان واحد، كمان واحد هيك جنبيه، آخر آخر نوعية أو آخر سؤال، برضو نفس الصفحة، صفحة 113. هذا سؤال 10، اللي بعديه سؤال 11. هذا صفحة 113، هذا رقم 10، هاي سؤال 11 كمان، برضو نفس الكلام، بحكي لك إذا كان قاف سين، انتبهوا على السؤال هذا شوي يا جماعة، قاف سين يساوي ألف سين ناقص واحد أس أربعة، إيش هذا؟ ألف سين ناقص واحد أس أربعة، مش هنخاف يعني عادي. جد قيمة أو قيم الثابت ألف التي تجعل قاف فتحتين للصفر، معطيك هون قاف فتحتين للصفر تساوي 48. 48 برضو عادي جدا وأقل من عادي كمان. خلينا نشتق مرتين، شو رأيكوا؟ طيب مين اشتق؟ يلا اشتقوا معي. فتحة للسين تساوي هذه سلسلة صح ولا لا؟ الأربعة نزل الأس ناقص الأس، نزل الأس ناقص الأس، نزل الأس ناقص الأس، يعني تصير أربعة. القوس زي ما هو أ س ناقص واحد ناقص الأس أس ثلاثة ضرب اشتق ليش؟ اشتق القوس. شو مشتقة أ س؟ أ، وطبعا السالب واحد ايش؟ صفر. هاي اشتقينا ايش؟ اول مره اشتقينا اول مره. انتبه عليها الان، لو بدك تعمل لها هيك ترتيب سريع، ترتيب سريع، تضرب الاربعه مع الالف، اربعه ضرب الف اربعه الف، والقوس زي ما هو، ها الف س ناقص واحد اس اس ثلاثه. هاي اشتقينا اول مره، هذا اشتقاك ايش؟ اول مره، اول مره. اشتق كمان مرة، ق فتحتين للسين يساوي، برضو مالكش في الأربعة ألف، هاي ألف أربعة ألف ما لك فيها، لا تقرب عليه، برضو نزل الأس ناقص الأس. هسا لما أجي نزل الأس اللي هو الثلاث، شو في هون؟ أربعة ألف، بضرب الثلاث مع مين؟ مع الأربعة ألف، ثلاث ضرب أربعة ألف 12 ألف، ما نزلنا الأس، القوس زي ما هو ألف س ناقص واحد ناقص الأس تربيع ضرب، بدك تشتق القوس كمان مرة اللي هو مشتقته ايش؟ ألف برضه، قصة ألفات هاي. برضه الألف هاي حابب ترتبها، تضرب الألف مع مين؟ مع 12 ألف، 12 ألف ضرب ألف تصير 12 ألف. طبعا احنا لما نضرب نجمع الأسس صح ولا لا؟ هاي تعتبر ألف أس واحد، وهي ألف أس واحد، إيش مع الأسس بصير ألف تربيع، والقوس زي ما هو ألف سين ناقص واحد الكل إيش تربيع. هيك اشتقينا مرتين، هيك اشتقينا مرتين، ماشي يا جماعة؟ الاشتقاق مرتين هذا 100%. الآن بتعوض مين؟ صفر. قاف فتحتين للصفر تساوي، طبعا الصفر محل السين، 12 ألف تربيع ملناش فيه، 12 ألف تربيع، افتح قوس خليك معي، ألف السين شو بنعوضها؟ صفر، تصير ألف بصفر، ألف بصفر ناقص واحد تربيع، طبعا ألف بصفر راحت صفر، ألف بصفر راحت. شو ضل جوا الأقواس؟ سالب واحد تربيع، التربيع بلغي؟ السالب، واحد تربيع واحد، يعني صارت 12 ألف تربيع ضرب إيش؟ واحد، 12 ألف تربيع ضرب واحد، اللي شو بتصير؟ 12 ألف تربيع، صح ولا لا؟
12 ألف تربيع ضرب 1 12 ألف تربيع. طيب هذا كله هاتو ايش يساوي؟ 48 بتخذ لي هاي هسه هيك 12 ألف تربيع يساوي 48 معي يا جماعة؟ طبعا على ايش؟ على 12 على 12 ضل عندك ألف تربيع ها يساوي 48 تقسيم 12 4 طبعا التربيع بنحط له ايش؟ جذر جذر وحكينا الجذر شو بيجي معاه؟ موجب وسالب روح الجذر مع التربيع ضل عندك ألف تساوي جذر الأربعة 2 وكمان ألف تساوي سالب سالب 2 حلو السؤال هذا انت اللي حلو ماشي يا حلو ماشي سهل يبقى هون قاف سين ألف سين ناقص واحد أس أربعة اشتقناه أول مرة هذا كيف نشتق أول مرة نزل الأس ناقص الأس الأربعة تنزل تصير ثلاث ضرب اشتقت القوس هذا اشتقت الألف سين يا جماعة حكينا اللي معاه سين تروح السين وبينزل المعامل تروح السين بينزل المعامل ألف عملنا لها عملية ترتيب ايش الترتيب اللي سويناه هون؟ ضربت الالف مع الاربعة، اربعة ضرب الف، اربعة الف. الف اربعة. هسا بنشتق مرة ثانية، قاف فتحة بتصير قاف فتحتين. نزل الاس، جينا ننزل الاس ثلاث فيهم اربعة الف، ثلاثة باربعة الف 12 الف. والقوس زي ما هو نقصنا الاس ضرب، رد نشتق الالف سين برضه تصير كمان كمان الف. اعمل عملية ترتيب. ايش الترتيب اللي بدك تسويه؟ الف ب 12 الف 12 ألف تربيع لأن هاي ألف أس واحد وهي ألف أس واحد نجمع الأسس فألف سين ناقص واحد إيش؟ تربيع هسا عوض الصفر تصير 12 ألف تربيع ألف بصفر بتروح صفر صفر ضل بس مين؟ هذا السالب واحد وبما إن في تربيع التربيع بيلغي السالب واحد تربيع واحد يعني القصة هاي كلياتها نضربها بواحد صفت على واحد 12 ألف تربيع ضرب واحد 12 ألف تربيع هاي عوضنا الصفر الخطوة الثالثة يبقى أولا اشتقنا مرتين عوضنا الصفر الخطوة الثالثة بنسويها بإيش؟ ب 48 هاي 12 ألف تربيع 48 المعامل 12 قسم على المعامل 48 على 12 الآلة الحاسبة حكت لنا إن هي كام؟ 4 التربيع كيف بنتخلص منه؟ جذر بالجذر مش بنحط له سمة بالشاي يا ابو الهام ألف زاوية اثنين ألف سوى إيش سالب اثنين تمام هاي النوعية هاي من الأسئلة خلصت هيك ضل علينا بس إيش هاي في كمان سؤال هاي في كمان سؤال في كمان سؤال ماشي الحين ها السؤال الأول معك للآخر معك للنهاية بعد ماشي ها ماشي يعني إذا بتحطه في الوقت. هاي السؤال هذا صفحة 114 النوعية هاي برضه صفحة 114 سؤال رقم 12 مش 113 114 هي سؤال رقم 12 مش سؤال 10 طيب بحكي لك إذا كان قاف سين يساوي زي السؤال اللي فات تقريبا 2 سين ناقص 1 ناقص 3 اللهم صل على سيدنا محمد و وكان قاف فتحتين مش معطيني عدد هون معطيني سين واحد هيك قاف فتحتين لسين واحد يساوي أربعة جد قيمة جد قيمة سين واحد ها طيب برضو نفس الكلام ايش بدي اعمل بدي اول مرة اشتق كم مرة مرتين حلو القاف سين بصير عندك قاف فتحة للسين اشتقوا يا جماعة برضو في أس نزل الأس ناقص الأس يعني بصير ثلاث اثنين سين ناقص واحد ناقص الأس تربيع ضرب اشتق يلا اثنين سين اثنين اعمل عملية ترتيب ايش الترتيب اللي بسويه؟ بضرب الاثنين مع الثلاث اثنين مع ثلاث ستة وطبعا اثنين سين ناقص واحد تربيع زي ما هي المشتقة الأولى
هسر اشتقايش كمان مرة. قاف فتحة للسين ايش تصير؟ قاف فتحتين للسين يساوي نزل الأس. في ستة هون اضرب اثنين بستة 12. وهون اثنين سين ناقص واحد ناقص الأس بصير أس واحد. سامحينا. ضرب اشتقى هسر اثنين سين برضو ايش؟ اثنين. رتب اثنين ب 12 الأيام هاي كم؟ 24. وعندك هون اثنين سين ناقص واحد. هاي اشتقت مرتين معي؟ هسا بعوض ايش؟ سين واحد. يا سلام ايش هذا سين واحد؟ بدل سين سين واحد. بس بدنا ندلعها بس بدنا ايش؟ ندلعها. يعني صير قاف فتحتين بدل ما هي سين سين واحد تساوي 24 اثنين بدل ما هي سين سين واحد ناقص ناقص واحد. هاي عوضنا. بعد هيك بسويها بكام؟ بسويها بأربعة. بسويها بأربعة. أنا مش عارف شو الأرقام. أربعة وعشرين اثنين سين واحد ناقص واحد تساوي أربعة. أكيد أربعة. مش عارفين نحط أربعة وعشرين مثلاً. أربعة بس. حلو مش فاهم. لا حبيبي. طيب ايش رايكم نوزع ال 24 هاي؟ اوزعها 24 ب 2 8 48 سين 1 ناقص 24 ب 1 24. هذا ايش يساوي؟ 4. يساوي 4. ايش بعمل في هاي؟ زائد 24 زائد 24. ها راح. شو ضل عندي؟ 48 سين 1 يساوي 4 زائد 24 28 على 48 على 48 راحة. ضل سين 1 يساوي 28 على 48 بس. حلو جميل. بدك ابسط لك ال 28 على 48 على كام هاي؟ على كام؟ على كام؟ خلي ورا ابسط لك هيك. حلو تمام السؤال هذا مفهوم؟ طيب ايش توزيع؟ توزيع ال 24 مالها؟ لازم تتوزع؟ ممكن نقسم عليها على 24 على 24 بس انا ليش ما قسمتش عليها؟ عشان لو مقسم 4 على 24 رح يصير فيها كسور وشغلات مش منيحه. قلت ايش اعمل؟ وزعها احسن. وزعها احسن. طبعا انت ايش؟ بصير معك كسور. اذا بدك 28 48 هاي بتختصر على الاربعه. اذا بدك 28 على 4 7 و48 على 4 اللي هي كام؟ 12 7 12 نفس الصوره. ليش انا ما قسمتش على طول هون على؟ ممكن اقسم على 24 على 24 بس رح يصير هون كسر. بصير وحشه. بصير وحشه شرير. انت احلى. شوف السؤال هذا. السؤال هذا اذا كان خليك معي. اذا كان وهذا السؤال صفحة 111 سؤال 4 صفحة 111 سؤال 4 اذا كان قاف سين يساوي جتا 2 سين بيحكي لك جد فجد قاف فتحتين للسين هايها زائد ستة قاف سين. يا سلام سهل جدا. طيب هذا عشان تحله بده قاف فتحتين للسين زائد ستة قاف سين. طيب نشتق. بدي اشتق كم مرة؟ مرتين. انتبهوا معي السؤال هذا كيف بدنا نحله. اشتق مرتين هاي الحل. اشتق مرتين قاف فتحة للسين رحمكم الله. قاف فتحة للسين حكينا مشتقة الجتا. جتا زاوية. جتا زاوية هاي الزاوية 2 سين. جتا زاوية سالب جيم نفس الزاوية ضرب مشتقة الزاوية. جتا الزاوية هاي الزاوية ال 2 سين اللي هي جنب الجتا مشتقة جتا الزاوية صار سالب جيم نفس الزاوية
ضرب ومشتقة الزاوية، شو مشتقة الاثنين سين؟ اثنين. ايش رايكم نرتبها؟ رتبها، كيف بدي ترتبها؟ حكينا بصير سالب اثنين، سالب اثنين، جيب الاثنين سين، هاي الاثنين سين. هاي اشتقتها أول مرة. بدي اشتقها كمان مرة. قاف فتحة للسين بتصير قاف فتحتين للسين يساوي. شو مشتقة الجيب؟ طبعا هاي السالب اثنين مالكش فيه، هاي السالب اثنين. شو مشتقة جيب اثنين سين؟ مشتقة جيب الزاوية بتصير جتا نفس الزاوية اثنين سين ضرب مشتقة الزاوية. مشتقة الاثنين سين اثنين برضو رتبها. ايش ارتب فيها؟ سالب اثنين ضرب اثنين بتصير سالب اربعة جتا اثنين سين. طب ممتاز، دير بالك اوعى اوعى تضرب الاثنين هاي مع الاثنين سين هاي، هاي الزاوية تضربهاش، الزاوية تضربهاش. السؤال بلش الزاوية اثنين سين، ضلها اثنين سين، ضلها اثنين سين، ضلها اثنين سين، ضلها ايش؟ اثنين سين. الزاوية هاي ما بتختلف. هون الجتا جنبها اثنين سين، الجيب اثنين سين، الجيب اثنين سين، الجتا اثنين سين، الجتا اثنين سين، الزاوية جنب الجيب والجتا ما بتختلف طول السؤال. طيب بده الآن قاف فتحتين للسين. وين قاف فتحتين للسين؟ سالب اللي هي سالب 4 جتا 2 سين. اذا اكتب له هاي اللي بده اياه. اذا قاف فتحتين للسين زائد 6 قاف سين تساوي قاف فتحتين للسين اللي هي هاي، صح ولا لا؟ اللي هي سالب 4 جتا 2 سين زائد 6 ستة قاف سين. وين القاف سين؟ اللي هي جتا اثنين سين. ستة جتا اثنين سين. طب بقدر اجمعهم. جتا اثنين سين. جتا اثنين سين. قديش هون؟ ستة. ستة ناقص اربعة؟ اثنين. ستة ناقص اربعة؟ اثنين. طبعا اثنين ايش؟ اثنين جتا جتا اثنين سين. لا ما بتتغير. لما يكون عندك هيك سالب 4 سين زائد 6 سين كيف بتجمعهم هذول؟ الاشارات مالها مختلف صح؟ ناخذ الشرط الكبير بصير موجب الفرق بينهم قديش؟ 2 2 ايش؟ 2 ايش؟ سين. ما بتصير سين تربيع يا جماعه، ما بتصيرش سين تربيع. متى بتصير سين تربيع؟ في الضرب. اما لما بنجمعهم عادي تجميع ايش؟ تجميع عادي. سالب 4 زائد 6 اللي هي 6 ناقص 4 2. طيب عندي هون سالب 4 وعندي هون 6 اللي هي 6 ناقص 4 يعني 6 ناقص 4 2 2 ايش؟ 2 جتا 2 سين زي ما هي ما بتتغير لا تربيع ولا ايش؟ لا تربيع ولا ولا حاجة. في الضرب بصير تربيع، اما هون في التجميع التجميع هذا ما بيننا ما بصيرش تربيع ولا ايش؟ الأسئلة هاي أسئلة شكلها نهاية بس هي اشتقاق، شكلها نهاية بس هي إيش؟ اشتقاق، يعني عاملة حالها يعني نهاية بس هي إيش؟ اشتقاق. يعني لو بدنا نسميها نحكي هيك شكلها شكلها نهاية بس هي مشتق. تمام؟ شوف هاي اللي شكلها نهاية بس هي مشتقة. بعطيك هون قاف سين يساوي سين أس سبعة ناقص ستة سين، بقول لك جد نهاية قاف واحد زائد ها ناقص قاف واحد على ها وها تولي إلى إيش؟ إلى الصفر. هاي شكلها نهاية بس هي مشتقة، مش هذا تاع القانون تاع التعريف؟ فاكرينه؟ إحنا اللي فاكرينه. هذا القانون اللي هو تاع التعريف، قاف فتحة لمين؟ شو العدد اللي هون يا جماعة؟ واحد. إذا بده قاف فتحة للواحد. بده ايش؟ بده قاف فتحة للواحد. يبقى اكتب لك هون اذا كان قاف سين يساوي سين اس سبعة ناقص ستة سين جد نهاية قاف واحد زائد ها ناقص قاف واحد على ها او بده النهاية هي شكلها نهاية بس هي ايش؟ مشتقة. بده قاف فتحة لمين؟ للواحد. من وين اجيبها قاف فتحة للواحد؟ هاي السؤال اشتق قاف فتحة للسين تساوي اشتق يلا سين اس سبعة سبعة سين اس ستة ناقص هسا عوض قاف فتحة للواحد تساوي سبعة واحد اس ستة
ناقص 6 طبعا 1 و 6 1 ماشي اللي هي 7 ناقص 6 يطلع الجواب ايش 1 بس هيك يعني ما يغرك هذا اللي مكتوب روف ماشي سهل فيري ايزي يا عزيزي ناخذ هاي برضو جد شكلها نهاية بس هي مشتقة يعني بده قاف فتحة برضو لمين للواحد والله عامل شغلها شو بتعمل تروح هناك تشتق قاف فتحة للسين هذا كيف نشتق حبيبنا هذا نزل الأس ثلاث خمسة سين ناقص واحد نقص الأس اثنين ضرب اشتق من خمسة سين خمسة بده قاف فتحة لمين؟ للواحد عوض على طول قاف فتحة للواحد تساوي ثلاث احسبوها على طول مباشرة خمسة بواحد خمسة نقص واحد أربعة أربعة تربيع ثمانية ستاشر عادي جدا كل الشغلات عادي جدا هذا بيستاهل ماشي ليك بقول اضرب خمسة خمسة بستاشر تمانين تمانين بثلاث مئتين واربعة خلنا احسب لحالي يا عم سيبني منكم سيبني منكم انت حسابات اخر واحدة هاي بتروح هيك بتقعد مع نفسك وبتحسبها معك المين كله يحسب فيها كم الاصدقاء ايوه استاذ احسب لنا اخر واحدة بتحسبها على راحتك تقعد لك هيك طيب سؤال زيه كمان بدوش ناخذ سؤال بدوش حسابات ها سؤال بدوش حسابات انا احسب لنا اياها انا مجنون احسب لك اياها نعلق مع بعض هسه وتصير مشاكل وحملات وشغلات هاي في سؤال برضو بالكتاب هذا سؤال هي بدوش حسابات شوف هذا السؤال بحكي لك قاف سين يساوي جيب 3 سين قاف سين برضو قاف سين يساوي جيب 3 سين معادة لك معاي جيب 3 سين جد ها نهاية برضو قاف سين زائد ها ناقص قاف سين على ها وها تقول لا صفر برضو شكلها نهاية بس هي مش نهاية هي مشتقة شكلها نهاية هايها بس المطلوب مشتقة قاف فتحة طب انتبه هيك في هون عدد اشي لا معناته بده قاف فتحة ايش للسين بس قاف فتحة ايش للسين تروح هون تشتق قاف فتحة للسين تساوي شو مشتق جيب 3 سين مشتق جيب الزاوية جيب الزاوية بتصير جتا نفس الزاوية ضرب مشتقة الزاوية 3 ولازم ترتبها رتبها هذه في الدوائر بيجيب لك اياها مرتبه هذا سؤال دوائر دائما بيجيبوه جيبها مرتبه تجيب الثلاثة لوين لقدام يا بصير ثلاث جتا ثلاثة سين استاذ هسه هذا السؤال زيه شكله نهاية شكلها نهاية بس هي مشتقة قسمه ولا كيف هذا على القسمة على القسمة السؤال هذا اسمح لي ماشي السؤال هذا كمان راح يصير طويل شوي السؤال يعني قاف سين يساوي بحكي لك اذا كان قاف سين يساوي سين تربيع ناقص أربعة اكتب بعدين عتلات ناقص سين بقول لك جد برضو نهاية ها قاف واحد زائد ها ناقص قاف واحد على ها وها تقول للصفر ها هي نهاية بس هي مش نهاية عامل حالها نهاية تتخوت هي نهاية بس مش نهاية هي نهاية بس هي ايش مشتقة هي ايش مشتقة يعني هاي كلياتها بده قاف فاتحة لمين برضو للواحد طيب نروح نشتق تشتق قاف سين طبعا هذا قسمة صح ولا لا هذا قسمة قاعدة القسمة اللي هو هذا البسط وهذا المقام طبعا الاشتقاق قاف فتحة للسين فاكرين قاعدة القسمة محتاج ننسى طبعا المقام بتحط له تربيع ثلاث ناقص سين تربيع فوق كم قوس أربعة
المقام مشتقة البسط ناقص البسط مشتقة المقام البسط في ايش؟ مشتقة المقام طبعا هذه حكينا قاف فتحة للواحد اشتق يلا المقام ثلاث ناقص سين ثلاث ناقص سين المقام اشتقة البسط اثنين سين ناقص البسط سين تربيع ناقص أربعة مشتقة المقام سالب واحد سالب واحد هسا عوض مين الواحد قاف فتحة للواحد يساوي ثلاث ناقص واحد اثنين اثنين بواحد اثنين ناقص واحد تربيع واحد واحد ناقص أربعة سالب ثلاث هون شوف ايه سالب واحد طيب ثلاث ناقص واحد اثنين اثنين ايش تربيع احسب يلا انتم ملوك الحسابات انا عارف اثنين باثنين أربعة ناقص سالب بسالب موجب ثلاثة بواحد واحد ماشي ثلاثة بواحد واحد اثنين تربيع أربعة أربعة ناقص ثلاثة واحد على إيش واحد على واحد على أربعة يملك الحسابات الأدب يملك الحسابات الأدب يملك الحسابات وزعماء جدول الضرب معروفين إيش ده فهمنا طبعا في القانون الثاني عشان لو ايش لو جاب لكم شكل ولا القانون الثاني تكونوا عارفينه برضو القانون الثاني يا شيخ استاذ يونا كمل مثلا القسم ما حدا ها نجي للسؤال هذا أيوه برضو نفس القصة حكينا شكلها نهاية بس هي مشتقة شكلها نهاية بس هي مشتقة شوف السؤال بيحكي لك قاف س يساوي الجذر السادس لسين قاف س يساوي الجذر السادس لسين هذا في الكتاب صفحة 95 جد نهاية برضو قاف واحد زائد هاء ناقص قاف واحد على هاء وهاء تقول لصفر ترى ممكن يكتب لك الشكل هذا شكل ثاني غير هذا كيف يكتب يعني يحكي لك جد نهاية قاف عين ناقص قاف واحد على عين ناقص واحد وعين تقول لواحد هاي نفسها هاي نفس المعنى هذه شكلها نهاية بس هي ايش بس هي مشتقة شكلها نهاية بس هي مشتقة يعني هاي سواء هاي ها اللي فوق او اللي تحت التنتين معناهم قاف فتحة للواحد التنتين هدول معناهم قاف فتحة للواحد هذا القانون الاول هذا القانون الثاني احنا ما اشتغلناش عليه اصلا ماشي شكلهم نهاية بس هم ايش مشتقة طب هذه كيف اشتقة اخذناها قاف سين يساوي الجذر السادس لسين حكينا اول شغلة الجذر السادس لسين بتصير سين أس الداخل واحد والخارج ستة بتصير واحد على ستة بتصير سين أس واحد على ستة الجذور كلياتها يا جماعة لو فاكرين حكينا أي جذر يعني مثلا عندك الجذر السادس لسين الجذر الخامس لسين تربيع الجذر الثالث لسين الجذر السابع لسين أس خمسة فاكرين هذول كلياتهم كيف كنا نسويهم؟ كنت أخلي هاي أولا سين أس الداخل واحد الخارج ست هذا أول شغل سين اثنين على خمسة سين واحد على ثلاثة سين خمسة على سبعة طب كيف كنا نشتقه فاكرين؟ بجيب العدد هذا لتحت بتصير واحد على ستة بحط سين تطرح
واحد ناقص ستة سالب خمسة على ستة. طيب جيب العدد ده لتحت. اثنين على خمسة سين. اثنين ناقص خمسة سالب ثلاثة على خمسة. جيب هذا لتحت. واحد على ثلاث سين. واحد ناقص ثلاث سالب اثنين على ثلاث. جيب هذا لتحت. خمسة على سبعة سين. اطرح خمسة ناقص سبعة سالب اثنين على سبعة. نفس الكلام هون عشان نشتق. قاف فتحة للسين يساوي. بجيب واحد على ستة تحت. هاي واحد على ستة سين. اطرح واحد ناقص ستة سالب خمسة على ستة. والحمد لله بده نعوض كام؟ واحد. لأن لو عدد غير واحد زي ما حكيت لكم انتوا الأدب ملوك الطاولة. أنا ملوك الحسابات. بس قاف فتحة واحد للواحد. استاذ لو بدنا نبطل لا لا خلاص على السريع طالما واحد عوض على السريع. واحد على ستة انتبه بدل السين. واحد أس سالب خمسة على ستة. بتصير واحد على ستة. الواحد ما بتأثر بالأس. الواحد أي أس ما بيأثر فيه. أي أس للواحد ما بيأثر فيه. بضلوا إيش؟ بضلوا واحد. يعني واحد على ستة ضرب. ضرب واحد يطلع الجواب إيش؟ بضل زي ما هو طبعا. واحد على ستة. أي أس ما بيأثر في الواحد. والواحد لما تضربه في أي عدد ما بيأثر فيه. خلاص؟ ماشي؟ يطلع الجواب إيش؟ واحد على ستة.